تم تدشين اليوم المنطقة اللوجستيكية إمارات اللوجستيك في خرجة التوسيط بحضور معالي وزير الاقتصاد لدولة الإمارات والسيد وزير النقل واللوجستيك. هي فرصة باش نشهدوا على قصة نجاح ديال خرجة التوسيط في تحية صاحب الجلالة نصر الله في مهن الموالي، ولكن كذلك في التصنيع وفي اللوجيستيك. هي كانت كذلك فرصة باش نشوفوا استثمارات ناجحة لدولة الإمارات الإماراتية المغربية اللي كتعبر على علاقات مهمة واستثنائية بين الدولتين في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص. احنا متفائلين ان شاء الله بان هذه المنطقة مازال غادي تبني المسار ديال النجاح والتفوق في المستقبل، وكذلك العلاقات الثمينة بين الدولتين والمستثمرين الإماراتيين. Monsieur Kamal, notre directeur informatique, il représente l'origine. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.